اعطيتك بدال الفرصه الف، صح ولا لا؟ واخر شيء شنو رحت اخترتها؟ مبروك عليك. وانا اكرهك اكرهك ما ابي اسمع. فاتن بطل باب لا تك مره ثانيه، والله بلغ عليك. هدي هدي، خلينا نتصل باخوك راشد. فاتن تفضلي. بعد اذنك استاذه، انا عندي ظروف بالبيت وابي اترخص. المجرمه ايش صار عليها؟ مشيتها؟ تمشي ان شاء الله. شنو الظروف اللي عندك في البيت؟ لا لا شيء بسيط، طلعت هاتي. بعد اذنك. أغازل حبي؟ أغازل؟ أغازل وأنا الغزل كله عندي هني؟ يبا أنا قاعد أكلم وجد بس أتصل فيها وما ترد علي، الظهر والد مانعها. وش عندك مهتم بوجد؟ عجيب بنتي. إيه بس ما كنت تهتم فيها قبل، شو اللي تغير؟ ما أدري بس الظاهر أني لازم أزورها. أنا أقول لك حبيبي خليك من وجد ومن أبوي وقعد في موضوع أهم. خير حبيبتي؟ صراحة أنا مو قادر أخذ راحتي بالبيت كلش. ليش؟ من اللي مضايقك؟ منو غيرها؟ منو غيرها؟ مضاري. إيش فيها؟ سوت لك؟ إيش ما سوت فيني؟ إيش ما قالت؟ كل مردمة الكبر أضايقني بالروحة وباليية، أنا ما أقدر أنام، كلامها يجرحني مثل السم. أي كلام؟ أنا أقطع لسانها إذا تقول لك كلمة تغثك. خلاص دام كذي انا ما ابي بس كلام، ابي فعل. افا انا بضاري، جربيني وتعرفيني اني قول وفعل. هذا اذا تحبني صدق. شوق انت تشكين في حبي؟ ما ادري عنك بضاري، يعني اذا انت تحبني صدق المفروض ما تخليني متضايقه، شوف لها بيت ثاني عشان انا ارتاح ببيتي. افا عيوني اللي تشبه، من اليوم من اليوم تروح البيت ثاني. يامن على شيء ثاني الحلو. سلامتك بضاري، أحبك أحبك.